الوقفة الثانية عشرة أنك أنت أيها المتقي عليك أن تفرق بين حالك في رمضان وحالك في غير رمضان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن.